السلام عليكم، شكرا لرئيس الجلسة وشكرا للمتحدثين الكرام على هذا الثراء المعرفي. كما لعن انطلاق الجلسة الثانية والذي يترأسها سعادة الدكتور فيصل بن عبد العزيز التميمي الأستاذ المشارك بقسم علم المعلومات بجامعة الملك سعود ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ونائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، فليتفضل للمنصة الرئيسية. كما نتشرف بدعوة الأستاذة عزة محمد الكعبي بالتفضل للمنصة ومحور هذه الجلسة عن برنامج ذاكرة العالم في اليونسكو ودوره في حماية التراث الوثائقي. نتمنى التوفيق لرئيس الجلسة وللمتحدثة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بكم أيها الأخوة والأخوات في الجلسة الثانية لمؤتمر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تحت عنوان دور الإرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة العربي بين التحديات الحالية والتطلعات المستقبلية. نتشرف اليوم باستضافة سعادة الأستاذة عزة بنت محمد الكعبي رئيسة لجنة التسويق في برنامج ذاكرة العالم ومنسق العلاقات الدولية في الإرشيف الوطني في دولة الإمارات العربية الشقيقة للحديث عن برنامج ذاكرة العالم وفي اليونسكو طبعاً ودوره في حماية التراث الوثائقي. فأترك المجال للأخت عزة لتقديم ورقتها العلمية، ونترك إن شاء الله المجال للأسئلة والمداخلات بعد انتهاء الأستاذة عزة من إلقاء ورقتها العلمية، فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عزة الكعبي منسق علاقات دولية رئيس اللجنة التسويقية لبرنامج ذاكرة العالم وممثلة الإمارات في البرنامج الإقليمي في اللجنة الإقليمية لذاكرة العالم. حبيت أبدأ في البداية عن نبذة عن الأرشيف الوطني. الأرشيف الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، نشأ الأرشيف الوطني في عام 1968 بتوجيهات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان النهيان، وهو الهدف من جمع هدف إنشاء الأرشيف الوطني هو جمع الوثائق والمعلومات عن تاريخ شبه الجزيرة العربية و أرشفتها وتوثيقها وترجمتها. نبدأ العرض في برنامج ذاكرة العالم. هذا عن التراث، هذه البردة اللي تشوفونها قدامكم عن بردة تسمى بردة الشستر وتعود عمرها أكثر من 1200 سنة قبل الميلاد. هذه البردة لما ترجموها كان في تحتوي على نصوص تعليمية ونصائح حتى يصبح الشخص كاتباً ومؤلفاً، وهذه البردة فيها مقتبس، وهذا المقتبس يقول: يفني الإنسان وتتحول جثته إلى تراب ويفارق جميع أقربائه الحياة، لكن الكتابات تبقيه حياً في الذاكرة. الكتاب أكثر فعالية من بيت جيد البناء أو ضريح، وأفضل من دار قوية البنيان أو نصب تذكاري في المعبد.
هذا المقتبس من توبي ويلينغسون. طبعا هذه من الأرشيف البريطاني. التراث الوثائقي، التراث الوثائقي لا يشمل المواقع التراثية فقط، بل يشمل طبعا موروثنا الثقافي على التراث الموثق، والهدف هو الحفاظ على الأساس الثقافي والتاريخي للشعوب والمجتمعات وإدامته. وهذا مقتبس أيضا من فريدريكو، وهو عالم إسباني كان مدير عام اليونسكو من عام 1987 إلى 1999. إن العديد من مناطق العالم التي فقدت ذاكرة تراثها قد أضاعت البوصلة التي يمكن أن تسترشد بها في المستقبل. ونحن نقول بعد مقولة الشيخ زايد طيب الله ثراه: من ليس له ماضي ليس له لا حاضر ولا مستقبل. برنامج ذاكرة العالم التابع لليونسكو. برنامج ذاكرة العالم هو برنامج أنشئ في عام 1992 بفضل اهتمام اليونسكو بالتراث الوثائقي البشري، بهدف صون وحماية هذا التراث من التدهور والضياع نتيجة لبعض الاضطرابات الاجتماعية كالحروب وعدم الاستقرار الأمني والنهب والتجارة وبعض العوامل الطبيعية مثل الكوارث، العوامل الطبيعية مثل الرطوبة والحرارة والكوارث. ما هي التهديدات التي تواجه هذه الوثائق؟ في تهديدات طبيعية مثل الكوارث، مثل ما قلنا، مثل زلزال هايتي والذي كان قوته 6 ريختر التي توفي فيه أكثر من 100,000 شخص وهدم 200,000 بيت، وطبعاً دوائر حكومية والجامعات، مما أدى إلى ضياع الوثائق المهمة لديهم، والزلزال الذي وقع في البرتغال في 1755 وهو أكثر زلزال كان فتكاً في هذا في تاريخ البشرية. عقب هذا الزلزال تسونامي ثم حريق، وكانت البرتغال تتمركز فيها المخترعين والباحثين والمستكشفين، مما أدى إلى ضياع الكثير من المخطوطات والخرائط المهمة. الكوارث التي يتسبب بها الإنسان، ما هي الكوارث التي يتسبب بها الإنسان؟ الكوارث هي مثل الحروب الداخلية، مثل التطهير العرقي الذي حدث في البوسنة عندما قتلوا أكثر من 1,000,000 مسلم وأخرجوهم من بيوتهم وتلفوا وثائقهم حتى لا يكون لهم أثر. وطبعاً من التهديدات هو التقدم التكنولوجي، فقدان وسائل نقل المعلومات وأشكالها والقدرة على قراءتها. أساليب الوقاية من هذه التهديدات، كيف أرجع؟ أساليب الوقاية هي الوعي والنسخ والرقمنة ونسخ متعددة في أماكن متعددة، الحفاظ والإتاحة، التصوير ثلاثي الأبعاد لموقع التراث مثلاً، السجلات الضرورية، التخطيط والتنفيذ. هني ببدأ بقولكم عن قصص النجاح، قصص النجاح التي حدثت في مواجهة هذه التهديدات. في مالي مخطوطات تمبكتو، وهي تعتبر كنوز يهددها التطرف، كانت مهددة من قبل مسلحي جماعات متشتتة في مالي، حرص أصحابها إلى تهريبها إلى العاصمة باباكو والاحتفاظ بها في مناطق سرية بعيداً عن المتطرفين. ويقال أن بطل هذه القصة رجل اسمه عبد القادر حيدرة. عبد القادر حيدرة قام في حفظ 400,000 مخطط في أماكن آمنة، وتحتوي هذه المخططات
الفن، الطب، الفلسفة، العلوم، بالإضافة إلى نسخ من القرآن الكريم. وكان هذا العمل أنجز في عام 2012 إلى 2013، ومنذ ذلك التاريخ قامت جامعة أمريكية بمساعدة مالية من الحكومة الهولندية برقمنة المخطوطات. آخر أخبار هذه القصة، في عام 2018 تم منح جائزة اليونسكو لمنظمة مالية من غير حكومية تسمى جائزة جيجيكي لبرنامج ذاكرة العالم لعبد القادر، الذي تم استلمها عبد القادر حيدرة. قصة المكسيك والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، هذا مشروع كان في 2016، وهو الحفاظ على الذكريات الطبيعية الفطرية لتخصيص الأراضي وتوزيعها في المكسيك، وتسمى هذه السجلات مجموعة هيجلس، وكانت شراكة بين جامعة أمريكية وبدعم من برنامج الأرشيف المعرض للخطر التابع للمملكة البريطانية. هذا المشروع سوف ينجز رقمنة 192 عمل من الكتب التي تحتوي تخصيص الأراضي. طبعاً الهدف هو حماية هذا السجل من الانقراض بسبب البيئة والعوامل السياسية. هني نتكلم عن مشروع بريزست. كم منا يتذكر الفلوبي ديسك، أو كم منا يقدر يحفظ معلوماته وصوره العائلية في هاتفه الجوال؟ لازم يكون في هذه التقدم التكنولوجي سرعان ما يتقدم ويتطور، فإحنا لازم نواكب هذا التطور ونحاول أن نحافظ ونأرشف معلوماتنا وذكرياتنا في هواتفنا النقالة أو اللابتوب أو غيرها. ففي مشروع اسمه مشروع بريزست، وهو منبر تحسين وتعزيز استدامة مجتمع المعلومات في جميع أرجاء المعمورة. مشروع ذاكرة العالم التابع لليونسكو بشأن الحفظ الرقمي، أفضل الممارسات والتكنولوجيا والبحوث والسياسات. فأنهم بيكون في منصة إن شاء الله يشتغلون مشروع، إن يكون في منصة إنه تسترجع هذه المعلومات بشكل حديث. الملاذات الآمنة، وهي حفظ نسخ متعددة في أماكن متعددة من الوثائق بجميع أشكالها. هني الأرشيف الوطني، نقول قصة الأرشيف الوطني في فنلندا، بدأ في 2011 بعد طلب مجموعة عمل حقوق الإنسان التابعة للأرشيف الدولي، وتعهد بتحمل المسؤولية لحماية النسخ الرقمية لسبعين ألف ملف لأشخاص توفوا واختفوا خلال الحرب الأهلية اللبنانية، بالإضافة إلى مادة وثائقية لمذبحة صبرة وشتيلة في بيروت. وهذه المواد سلمت من قبل مركز أمم للتوثيق والأبحاث في بيروت. وفي نفس السنة تولى المركز الوطني للأرشيف في فنلندا العناية للحفاظ على الوثائق الأصلية. شكراً جزيلاً. كل الشكر والتقدير للأستاذة عزة بنت محمد الكعبي، منسقة العلاقات الدولية في الأرشيف الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأيضاً رئيسة لجنة التسويق في برنامج ذاكرة العالم التابع لمنظمة اليونسكو. والآن نفتح المجال للأخوة والأخوات الكرام بإبداء الملاحظات وطرح الأسئلة. شكراً. عندي سؤال بسيط جداً متعلق ببرنامج ذاكرة العالم لليونسكو. تقدم أنا أستاذ جامع بيدام مدير أرشيف المغرب، وبما وقد اهتممت بالخصوص بهذا العرض لكوني اخترت كعضو في هذه اللجنة التي سألجها في الأسبوع القادم إن شاء الله، وبالتالي أعرف أن
عشرات وعشرات الملفات تعرض على هذه اللجنة التي عدد أعضائها 14 إن لم تخن الذاكرة. وبودي أن أعرف ما هي المعايير التي تتبناها اللجنة لانتقاء أحسن الملفات، أحسن الملفات، الملفات التي تجعل اللجنة تعيرها اهتماماً لتهرع إلى إنقاذ ذلك المولود الذي لم يعد مولوداً متعلقاً بمنطقة معينة ولكن أصبح مولوداً إنسانياً. وشكراً. نأخذ سؤال ومداخلة أخرى. السلام عليكم. محمد مكاوي، خبير في نظم الأرشفة الإلكترونية. لو سمحت الأخ الكريم لو ترفع بس الصوت شوي. محمد مكاوي، خبير في نظم الأرشفة الإلكترونية ومؤلف كتاب الأرشفة الإلكترونية في قطاع الشركات مصر. سؤالي للدكتورة، بحكم أنها بتتكلم عن أمور خاصة بحفظ التراث العالمي بشكل عام، يعني كنت منتظر أن أشوف طرق معينة أو استراتيجية معينة تتحط للوقاية من المشاكل اللي ممكن تحصل أو اللي تهدد التراث بس بشكل طويل العمر. بمعنى عمليات الرقمنة معروفة أنها ما أقصر عمرها، لأن هي كل شوية في تحديث بيحصل ليها، ثم أن عمر التكنولوجيا الرقمية حتى الآن لا يتخطى 30 عام 40 عام، يعني لم يصل حتى نصف قرن. فإيه هي الاستراتيجية اللي ممكن نحطها تحت وسائل طويلة العمر؟ النقطة الثانية، أنا مش شايف في توصيات، يعني أنا عايز برضو أحس إن في توصيات معينة بنقترحها بحيث إن إحنا نخرج بشيء نقدر نفيد به أو نوضحه للناس في هذه النقطة. وشكرا. مداخلة أخيرة حفاظا على الوقت، تفضل. شكرا. السلام عليكم. دكتور طارق الورفلي، جامعة الشرقية، سلطنة عمان. في اعتقادي أن ذاكرة العالم لا تقتصر فقط على هو مكتوب أو مطبوع، يعني ذاكرة العالم يمكن أن تشمل ما هو مكتوب والتراث السمعي البصري. وفي هذا الإطار اليونسكو عنده عديد المبادرات في المجال، مثلا مبادرة الاحتفال باليوم العالمي للتراث السمعي البصري. فسؤالي هنا للباحثة، هل في مبادرات في دولة الإمارات في مجال حفظ وتثمين التراث السمعي البصري الذي يعتبر جزء من حفاظ على ذاكرة المجتمع؟ وشكرا. نفتح المجال للأخت الأستاذة عزة للإجابة على الأسئلة أو التعليقات. السلام عليكم. بالنسبة لانتقاء أحسن الملفات وشو هي المعايير، كل ملف على حسب دستور دولته وقوانينها، لا بشرط أنه لا يتسبب الخلافات اجتماعية ولا سياسية، وعلى أن يكون الملفات موثوقة ودقيقة، وعن مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة. عندنا كثير من المبادرات وهي لتوثيق الأرشفة في دولة الإمارات، وأوصل الميكروفون لسعادة ماجد المهيري المدير التنفيذي للأرشيف الوطني، ممكن يجاوبكم هذا السؤال. السلام عليكم. شكرا على السؤال. طبعا المحاضرة أعتقد اليوم كانت عن برنامج ذاكرة العالم في اليونسكو. أما بشأن الأرشيف الوطني لدولة الإمارات، البرامج متنوعة وتخدم الوثائق في بكل أنواعها، فعندنا أنشطة لخدمة الأفلام والصور، المخطوطات، الوثائق المتنوعة الحكومية التاريخية، وأيضا استلام الوثائق هذه من كافة دول العالم. ايضا بالنسبه للحفاظ، سؤال معني بالحفاظ على
الأرشيف الإلكتروني لفترة طويلة، أو ما هي الآليات اللي موجودة للحفاظ على الوثائق الإلكترونية المدى البعيد؟ طبعاً هذا تحدي عالمي ما في له جواب نهائي، الكل يعمل ويسعى أن يطور آليات جديدة للحفاظ على المحتوى الإلكتروني لفترة طويلة من الزمن. ممكن هذا هو التحدي اللي بين المؤرشفين دائماً وزملائنا في تقنية المعلومات. لكن طبعاً في best practices وفي ستاندر عالمي مثل PDF/A كمواصفة أو فورمات للملفات، دائماً نوصي أن الحفظ الأرشيف بهذه الصيغة، لأن PDF/A يضيف عناصر إضافية على الملف تعزله عن الجهاز والشبكة وتعطيه خصائص ممكن يحافظ على الملف هذا الإلكتروني لفترة طويلة. شكرا لكم. كل الشكر لك أستاذ ماجد المهيري الرئيس التنفيذي للأرشيف الوطني الإماراتي على تسليط الضوء على النقطة الأخيرة التي تفضلت بها. كل الشكر أيضا للأستاذة عزة الكعبي منسقة العلاقات الدولية في الأرشيف الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا رئيسة لجنة التسويق في برنامج ذاكرة العالم. وكل الشكر أيضا والتقدير لكم أيها الأخوة والأخوات على حضوركم اليوم وعلى استماعكم لهذه الجلسة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.